أثبتت عدة دراسات علمية موثوقة أن الفيتامينات مهمة جداً لصحة المخ في جميع الأعمار، ففي الأطفال تساعد على نمو المخ وتحسن القدرة على التركيز، وفي الكبار تقي من عدة أمراض مثل الزهايمر. ونصح الباحثون بتناول الأطعمة التي تحتوي على ثلاثة أنواع من الفيتامينات، ومن أشهر هذه الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة المخ وتقوية الذاكرة والذكاء وسرعة الحفظ ما يلي: أولاً فيتامين B12. يعمل هذا الفيتامين على تحسين الذاكرة، خصوصاً إذا حصل عليه الشخص بالإضافة إلى القليل من أوميغا 3، فإن ذلك يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر. ويعد نقص فيتامين B12 في الجسم أحد أسباب صغر حجم المخ ونقص القدرة على التعلم، وقد تم إثبات ذلك عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي. يعاني الأشخاص الذين لديهم مشاكل في المعدة من قلة نسبة فيتامين B12 في أجسامهم، وأيضاً الأشخاص الذين يتناولون بعض أنواع أدوية السكري. يوجد فيتامين B12 في اللحوم مثل الدواجن والكبد والأسماك وبعض المكملات الغذائية، أو يمكن الحصول عليه عن طريق الحقن التي تحتوي على فيتامين B12. ثانياً فيتامين هاء. كشفت الأبحاث وجود علاقة بين فيتامين هاء وذاكرة الأشخاص، مؤكدة أن تناول كمية معينة من فيتامين هاء يعمل على تحسين الذاكرة عند الأشخاص الذين يعانون من بدايات مرض الزهايمر. ويعاني الأشخاص الذين يتناولون كمية قليلة من الدهون من نقص نسبة فيتامين هاء. يوجد فيتامين هاء في الفواكه ذات الألوان الغامقة والخضروات مثل السبانخ واللوز. ثالثاً فيتامين دال. يشتهر فيتامين دال بدوره في الحفاظ على صحة العظام عن طريق تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفور بالجسم، ولكن له دور مهم أيضاً في صحة المخ. وجد أن الحفاظ على نسبة فيتامين دال في المعدل الطبيعي يمكن أن يقي من أشهر الأمراض التي تصيب المخ مثل الاكتئاب وأمراض صعوبة التعلم مثل الزهايمر. يمكنك الحصول على النسبة الكافية من فيتامين دال بسهولة عن طريق التعرض لأشعة الشمس فقط، فيستطيع جلدك أن يكون فيتامين دال بسهولة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس. رابعاً الأوميغا 3. إن الأوميغا 3 أحد المكملات الغذائية الضرورية جداً لصحة المخ، فهو ضروري لتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم. وقد أثبتت دراسة علمية ارتباط نقص الأوميغا 3 بصغر حجم المخ، والذي يعد علامة من علامات سرعة تقدم المخ في العمر ونقص قدرته على التعلم تدريجياً. ويمكنك الحصول على الأوميغا 3 بسهولة عن طريق تناول الأسماك مثل السلمون والسردين. وينصح من لا يتناول الأسماك بالحصول على حبوب أوميغا 3 المستخرجة من زيت السمك، فإنها أفضل دواء لتقوية الذاكرة. في النهاية تذكر أن الفيتامينات ضرورية لصحة المخ في جميع الأعمار، ففي الأطفال لها دور مهم في نمو مخ الطفل وزيادة قدرته على التركيز وتحسين الذاكرة، وفي الكبار تقي من الأمراض التي تصيب المخ مثل الزهايمر، ولا يشترط الحصول على تلك الفيتامينات من المكملات الغذائية، ولكن يمكن بسهولة الحصول على الفيتامين لتقوية الذاكرة والذكاء وسرعة الحفظ من الأكل. فمن الأطعمة الغنية بالفيتامينات الأسماك، البيض، المكسرات والخضروات.